الإمام انت ودره متهمتين انه بتصيروا الغرائز برقص خليع دره، وانت بالمشهد اللي ظهرتي فيه من الحمام بالبشكير الاحمر. عجبك؟ ايه رايك فيه؟ انا قلت عيد اقول سلام عليكم. انا بس حبيت اقول كل سنه وانتم طيبين، وهو مكتوب كده يا جماعه والله، يعني هو مكتوب في المشهد كده بالظبط. ده مكتوب يتصبب من جسدها الماء، كانوا واقفين جنبي. تصبب من جسدي الماء، واقفين وحياه ربنا زي ما بقول لك كده، واقفين جنبي ببخاخات ميه وحطوها دافيه، لان كنا في الشتاء في فبراير. والتكييف بتاع الاستوديو شغال، فالميه بتيجي على جسمي تلج، فابتدوا يرشوا على جسمي ميه سخنه عشان اقدر احتملها يعني. بس هم يعني معمول لطيف يعني، مش هو بس الفكره بورنوس. طب مع عبير صبري طالعه بورنوس برضو كده يعني. انت يمكن على السكس افيل بتاخدي اكثر مثلا من عبير. طيب لأمتى رح نضرب العالم العربي نقول انه لا هيدا المشهد لا يصلح؟ لأمتى هالازدواجيه؟ لأمتى هالفصام؟ لأمتى هالخوف انه لا الرقابه ممكن شو تقول؟ يا جماعه امتى رح نعرف انه بالفن ما في شيء اسمه رقيب ولا شيء اسمه حزيب؟ الفن هو الفن، اتركوه مثل ما هي التجربه، يا بنقبل التجربه مثل ما هي يا اما ما بنقبلها. لا يعني هو بيبقى باين المسلسل ده بيتكلم عن ايه؟ لو انت مش عاجبك الموضوع ما تتفرجش عليه. هو المسلسل ما انعرض على الرقابه اصلا. ازاي يعني؟ انعرض؟ طبعا. اوكي. طبعا. احنا مزاج الخير بالتحديد، لاننا كنا شغالين على الهوا. انا زي ما بقول لك، انا جيت امبارح هنا، انا السبعة الصبح امبارح قبل طيارتي بثلاث ساعات انا مخلصه دوري. وفي عندهم لسه يومين تصوير فينال بقيه المسلسل. طب ليش بينتقد اذا اجيز من الرقابه؟ خلص لكن انه الرقابه وقفت. لا اي مين ان احنا عشان بنذيع على الهوا. المنتج بيدفع $1000 كل يوم على الحلقه بتاعته. علشان بيضطر يصفرها، علشان احنا ما فيش وقت يبقى في مراقبه في مصر، وبعدين يعني فعاملين لها لجنه خاصه عشان يتفرجوا على الحلقات قبل ما تنزل. يعني من يعني مش الرقابه اللي انت بتشوفه ده. بعد ما الرقابه شايفاه بيصير في مونتاج؟ مفيش حاجه متشاله. مفيش حاجه متشاله؟ لا مفيش حاجه. انا زي ما بقول لحضرتك الموضوع بس هو مفاجاه. عم بتساعدوا المجتمع؟ عم بتلاقوا ردود من الشارع؟ في جمعيات عم تتصل بالمنتج او بالمخرج؟ في حدا عم بيقول انه برافو؟ عم بيصفق؟ جمهور. جمهور. في اهل عم بيشوفوكي على الطريق بيقولوا يا مدام علا انا بنتي او ابني؟ والله انا هقول لك حاجه غريبه. قولي. السنه اللي فاتت عملت دور اسمه انهار في الزوجه الرابعه، فعمل لي قاعده جماهيريه مع الستات الكبار شويه والمحجبات، وبعدين يدخلوا عليا بيسلموا يا حبيبتي انت جميله وتجنني ويبوسوني. ها السنه دي جمهوري مش ستات، الرجاله. وبعدين يقولوا لي ايه؟ ما بيقدروا يعبدوا يبوسوا. لا ايه شوق بغمزه كلهم. يعني لازم هي الغمزه. وايه يا شوق؟ ايه يا شوق؟ اقول لهم ايه؟ في ايه؟ ما فيش فاهمه. ما انا ما بتفرجش خد بالك لان بنصور على طول، فما بعرفش اتفرج كويس. اتفرجتي على مسلسلات غير؟ اتفرجت على حاجات بس مش قوي، لكن متابعه العراف. العراف لزعيم؟ زعيم. ومتابعه مش قوي فرح ليلى. فرح ليلى لليلى علوي. والشك لمي بس رغدة ومي عز الدين. مسلسلات للكبار فقط عم تتفرج عليهم يعني؟ موجة حارة. طب انت شفت موجة حارة؟ طب تقولي انا اوفر؟ طب بذمتك انا اوفر؟ يعني انا اتخضيت في موجة حارة مثلا. هني اكتر اوفر منك طبعا. موجة حارة أكتر؟ لا مقهورة. مقهورة إنه هني أكتر ولا لا؟ مقهورة أنا عم بتقول. لا مش مقهورة. لا يعني سجلوا هدف بملعبك ولا بس لا؟ بيصعب عليا بقول لا مش إحنا اللي أوفر يعني. ما تبقوش كده. حكاية يعني. حياة أفندم؟ حكاية حياة غادة. ما شفتوش؟ ما شفتيه؟ روعة المسلسل. حلو. غادة ليه ما شفتي غادة؟